في البداية بس أنا عايز اللي بيتابعني يبقى فاهم إن أنا بتكلم على ناس كانت علاقتك بيهم قوية واستمرت فترة كبيرة أو استمرت سنين، مش علاقة يومين وخلاص. وطبعا الموضوع مش بالسهل إنك تنسى على طول، خاصة لو أنت كنت متعلق بالشخص ده، سواء كان صاحب أو صاحبة أو حبيب أو حبيبة، ولقيتهم بقى بيتخلوا عنك أو أيا كان المواقف اللي حصلت. فلازم تاخدي أو تاخد قرار مع نفسك بإنك تنسى الشخص ده أو تنسى الناس دول بكل أيامهم. وما بقولش خلاص إنك هتنام تقوم تصحى تلاقي نفسك نسيت، لا، الطبيعي إنك تاخد فترة زعل مع نفسك، والطبيعي انك بعد فتره من الخصام هتلاقي نفسك بتفتكر الناس دول بايامهم اللي كان فيها ضحك وهزار، وهتلاقي نفسك بتحن للايام الحلوه، وده طبيعي. بس في قيود بتمنعك، في كرامه بتمنعك، في حد بنديله 1000 فرصه ومش نافع، في حد بيلاقي نفسه ان هو جه على نفسه كتير قوي عشان الناس ما تستاهلش، والحد ده ما لقاش منهم الا الخذلان، الاهمال، النسيان والخ، بعد ما كان معاهم في 7 سما نزلوه ل7 ارض. بقول كلام كبير انا من اول الفيديو. فانت لازم تاخد قرار حاسم بانك مش هتكلم الحد ده او الناس دول، ومش هتعمل حركة تافهة زي البلوك ليهم، ولو هم اللي عملوا يبقى جات من عندهم. بس في حد بيبقى رصيده معاه خلص، فبروح اعمل ايه؟ بروح شحن كارت فكة. فهتعيش حياتك وتنسى، وعشان تنسى بسرعة لازم يبقى في حاجة مهمة جدا جدا في حياتك، وهي انك على طول تكون بتروح وتيجي وبتعرف ناس جديدة، انك تكون بتعرف ناس تستاهل، والناس اللي تستاهل مش شرط يبقوا كتير، فده هيعوضك فعلا. فلازم ما تحبسش نفسك وتقول انا مش هكلم حد تاني، لان ده هيعيشك في اكتئاب وهيفكرك بالماضي وهيجيب لك خمول وكسل في جسمك. فلازم لما هم يجيلهم الفضول ان هم يخشوا بروفايلك يشوفوك بتتصور صور جديدة وبتروح اماكن جديدة وخاربها، لازم يعرفوا انها مش واقفة عليهم خالص. ولو اشتغلت بشغلك او باي حاجة ورحت وجيت ونزلت اتصورت وخرجت وعرفت ناس وانبسطت، اضمن لك 1000000% انك هتنساهم اصلا. بص، في الحياة دي في اشخاص بيتنفسوا وياكلوا ويشربوا وبيمارسوا حياتهم الطبيعية جدا، بس لازم تعتبرهم مش موجودين خالص فيها، او تعتبرهم ان هم خلاص ماتوا، فزيهم زي الاموات، وهم اللي بيوصلوا حد ان هو يحطهم في خانة زي دي. ولو شفتهم صدفة فاعتبر نفسك شفت ناس تانية بشخصيات تانية، لان هم بقوا كده فعلا. سلم، بس الشخص ده بشخصيته القديمة تعتبره مات بالنسبة بالك. انت مع مرور الوقت لو عيشت نفسك في كده او وهمت نفسك بكده، فهتحس خلاص ان اللي قدامك ده فعلا مش هو. ولو صدفة انك قابلت حد منهم، ما تحكيش عن نفسك او ما تحكيش عن اي حاجة تخصك، خليه هو اللي يتكلم وانت اللي تسمعه بس. والطبيعي انك هتلاقي نفسك بتحن وعايز تفتح مواضيع مع الشخص ده، بس صدقني انت كده بتفتح مواضيع مع زومبي، وهو تحول لزومبي من ساعة لما تخلى عنك وسابك كتير، او لما اديته فرص كتير وخزوقك، وكل مرة الخازوق كان بيطلع من نافوخك. فاختصر معاه وعود نفسك على كلامي هترتاح، اغصب نفسك على حاجات ضد الحنين اللي جواك عشان ترتاح. ولازم تشوفهم ناس مزيفين ومش دول اللي يتبكي عليهم، واللي بيحبك بجد عمره ما يسيبك زعلان او يخليك تحس بوحدة. اللي بيحبك هيوصلك ويشوف مالك ويشوف ايه اللي ناقص عندك ويكملهولك، فمستحيل حد بيحبك يتخلى عنك. لو انت من النوع الحساس لما تيجي تنساهم هتلاقي نفسك بتتعب جدا جدا، بس بعد كده هتفقد شغف من ناحيتهم، ولو صادفتهم هتقول هم مين دول اصلا. فهات ورقة وقلم او طلع النوتة على الموبايل واكتب فيها على حاجات جديدة انت عايز تعملها في حياتك، زي انك هتنزل تتعلم لغة جديدة، او هتروح الجيم، او هتعمل دايت، او هتحوش فلوس عشان تشتري حاجة انت نفسك فيها. وركز على نقطة انك تتعلم لغة، ده هيفرق معاك جدا جدا، وتقدر تتعلمها في 3 شهور، بس اهم حاجة بعد ما تتعلمها انك تمارسها عشان ما تنساهاش. وفي النهاية عايزك تبص لحياتك من نص الكوباية المليان عشان ما تعيش نفسك في أزمة. ويلا سلام.